الناس هادو نصابه، اكبر نصابه جاو لدار بوعزة ولاد عزوز. علاش جاو لدار بوعزة ولاد عزوز؟ حيت ساهل فيها النصب، ساهل فيها النصب والاحتيال، والاحتيال على العقار. واختاروا هاد الفقراء مساكن حيت فيهم اميين، تقريبا كلهم اميين، اللي قرا حدو الرابع ولا الثالث وما بقاش عندهم الجهد باش يجريو، كلاو ليهم رزقهم ودابا باغي ياخذوا ليهم الارض ديالهم. ولا حول قوة الا بالله العلي العظيم. وسيدنا وسيدنا والله نصرك، وبغيناك تبان وتجي عند هاد الناس وتوقف المسؤولين. راه التراب ديال هاد الارض ما غياخذوهاش، عاد ياخذوا الارض والتراب ديالها احنا ما غنسخاوش منها. انا غبرانية على هاد الناس واقفه معاهم في سبيل الله، حيت حتى انا خداو لي ارضي، ولكن انايا ما عندي ما ندير، انا صيفطهم العكاشه، العقبال هادو ان شاء الله يمشيو حتى هما العكاشه. وهاد الناس مساكن راه 30 دار، كل دار فيها جوج كتارات، كل دار فيها 40 شخص، وحرام. وبغينا المسؤولين يوقفوا ويحضروا، وعباد الله والشفره والنهب، وما بقيتوش كتشفروا الفلوس وتشفروا البزاطم وتضربوا في الوجوه، وهذوك لقاو لهم حل. والشفره والمسؤولين فينكم؟ وفين مشيتوا؟ وبانوا وعباد الله، هاد الشراف، هاد الناس الكبار، هاد المغاربه الصغار، وفين غيمشيو؟ وفين غيمشيو؟ وما غيسمحوش بلادهم. وكاينه موت وحده، وكاينه موت وحده، واما نموتوا على بلادنا ولا على اولادنا وحنا ميتين على بلادنا؟ ولا اله الا محمد رسول الله، والله يحيى سيدنا وسيدنا وفيق وعيق. واش يقلب على هاد الناس؟ اش يقلب؟ دار بوعزة معروف بالنصب، حنا راه عيينا، راه تهلكنا. واش 30 24 كتار غتمشي هكاك؟ علاش؟ حيت كاين مسؤولين، كاين الفلوس، هادو مساكن اش عندهم؟ وعندهم الله فوق كل شيء، كاين الله فوق كل شيء، كاين الله، كاين الله عباد الله. والشفرة والنهب، وحرام وحرام. وما بقيتوش كتشفروا البزاطم، وما بقيتوش كتشفروا السيكان، ووليتوا كتشفروا الاراضي وبالكتارات. وشفتوا سمعتوا على دار بوعزة وجيتوا ليها لهنا؟ وهادو راه جد على جد على جد، الله ينعل جدكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.